شاء الله راح تكون فرصة جيدة بالنسبة لنا احنا كمنتخب بحريني، احنا نواجه منتخب من افضل ثلاث منتخبات في الفترة الحالية. الفريق الكولومبي مثل ما نعرف فريق قوي، فريق متمرس بس من هذه الامور المباريات. احنا بالنسبة لنا كمنتخب بحريني لازم نستفيد من هذه التجربة، تجربة جديدة يمكن تكون حتى على جميع مراحل المنتخبات اللي مرت في السابق. هذه المباراة بالنسبة لنا احنا ناخذها كتحدي بالنسبة أول من خلال هذه المباريات مثل ما قلت لك. أنت تحاول أن تنحط اللاعب تحت الضغط، دائما تحاول أن تخلي اللاعب يؤدي اللي عليه باجتهاد 100% من خلال المباراة، أنه هو يحاول قد ما يقدر أن هو يقدم من خلال المباراة أداء جيد، تكون في رقة قتالية موجودة من خلال الملعب، من غير ما تحط عليه ضغوطات بحيث أنه هو يفكر في الشيء السلبي قبل الإيجابي. أنت تلعب 11 ضد المقابل 11 لاعب، وعليك أنت كلاعب أن أنت تثبت وجودك من خلال المباراة. فإحنا هذه الأمور نسعى لها أن إحنا دائما إحنا ما نحط ضغوطات على اللاعب، بحيث أن اللاعب يدش المباراة وهو مرتاح ويقدر أنه يدير الكلام معه 100% إن شاء الله. خلال هذه المباريات الودية دائما تكون عندك على الأقل من خلال المباريات في بادية تكون عندك مباريات بهذه الصورة، ولو أنها تكون ساعات تكون أقل درجة واحدة، بحيث أن اللاعبين يتعودون على هذه النوعية من المباريات، على نوعية الخصم أنه يختلف عن الخصوم اللي توجهها دائما في آسيا. فهذه الأمور أنت تحتاجها للاعبين، لأن أنت قاعد من خلال هذه المرحلة أنك تحاول تسعى أن توصل إلى أفضل مستوياتك من خلال هذه المباريات، لأن أنت في فترة من الفترات تسعى تحاول أن توصل حتى إلى كأس العالم. فإذا توصلت كأس العالم أنت مجبور أنك تلعب ضد هذه النوعية من الفرق. فهذه الامور دائما احنا نحتاجها من خلال مباريات الوديه، بحيث ان انت تعطي الثقه بالنسبه حق اللاعب انه ما يلعب ضد خصوم بهذه المستوى، بحيث ان اللاعب ياخذ وضعيته وهو مرتاح من خلال هذه المباراه. فاول يعني طالبيه اللاعبين جاهزين، بس على حسب نوعيه المباراه، تقرير المباراه، انت اللاعب ممكن يخدمك من خلال هذه المباراه. احنا راح ننتهي ان شاء الله افضل على حسب تصور افضل تشكيل في هذه المباراه. بالاضافه بالنسبه عن اللاعبين الجدد اللي تروالي في الفترة هذه لازم يكون فيها مرحلة انك تتغير بعض اللاعبين، وفي نفس الوقت عندك انك تشوف في لاعبين ابرزهم من خلال الدوري اللي انت تحتاج ان انت تشوفه من خلال مباريات رسمية. احنا ما نعتمد مباراة تسعة بس مباراة قلوبية، يعني المباراة الثانية اللي راح تكون تاريخ 31 فيها بعد فرص ان هذول اللاعبين ياخذون وضعهم من خلال المباراة التي، علشان كذا انت تحتاج مرحلة مهمة اللي هي تصفيات كأس العالم. فهذه انت من خلال المراحل لازم انك تجد لك المدلاء واللاعبين اللي ممكن تستخدمهم المرحله الجايه.